طب انت يعني مستمتع بلعبك في النادي الاهلي؟ يعني حابب تكمل مع النادي الاهلي؟ حاسس النادي الاهلي قريب من نوادي اوروبا اللي انت بتلعب فيها؟ يعني كلمني عن مستقبلك او كاريرك، حابب انه يكمل مع النادي الاهلي؟ Yeah, the first for it's like here it's very nice. Of course, I like كأول مرة ليا هنا afterwards حاجة كويسة with جدا. the fans in the gym it will be even better. But بالنسبة للجماهير because كمان of COVID خلى الموضوع we can't أفضل. have them now. And yeah, I think it's so the level it's close to Europe and بالظبط المستوى still قريب don't جدا speak من anything أوروبا. about the future. Now we are focused on the وأنا مش مركز في المستقبل، أو أنا مركز on the دلوقتي cup. مع الفريق We will والكاس. see after the cup. Maybe وهنشوف we will have some discussion about وهنشوف بعد إن شاء الكاس الله. إن شاء الله هيبقى في كلام لقطات ليك الموضوع ده. كازيمير في بعض المباريات الاتحاد ليك أثناء ماتش الاتحاد ماتش الاتحاد ماتشين قبل الزمالك، مسجل الماتشات دي يا كازيمير ولا مسجلها؟ يعني محتفظ بيها عندك؟ I think after the season I will take all the games. أعتقد إن أنا بعد الموسم ما ينتهي هاخد اللقطات دي وهاخد المباريات دي. It's very nice. أكيد طبعًا هيبقى حاجة جميلة جدًا. I need to have some memory when I finish my career. أعتقد إن أنا هحتاج إن أنا يبقى عندي بعض الذكريات إن أنا أشيلها بعد ما أنهي الكارير بتاعي والمجال الاحترافي بتاعي. بس هتاخد الماتشات من قناة الأهلي. ياخدها من سكاوتنج عشان ياخد كل الماتشات. لا كرات الاهلي يعني ياخدها من كرات الاهلي. اه ما اهلي تي في اي دونت هاف ات.